وصلنا لفقرة تالنتس، المحطة الأسبوعية مستقبل فيها كل أسبوع موهبة جديدة شابة. اليوم ضيفنا إجا خصيصا من منطقة عكار، معنا نعيم خليل. أهلا وسهلا فيك، ومرافقه كمان أستاذه لنعيم مصطفى مئاتي. أهلا وسهلا كمان نعيم. رح بلش معك بداية، أنت معنا اليوم لتخبرنا عن موهبتك بالغنى وبالغنى الشرقي تحديدا، يلي هالموهبة يلي صرنا أوقات منشتاق لنشوف شباب من عمرك عندهم أو بحبوا الغنى الشرقي، صارين عم نشوف كتير ميول أكتر على الأجنبي. حابين أول شيء نتعرف كيف بلشت بالموسيقى، هل كان في جو موسيقي بالبيت وعن أي عمر وكيف طورت حالك؟ بصراحة أول شيء بيتنا كان في جدي بيغني فيه الطرب، يغني الأستاذ وديع الصافي الراحل والعملاق، وبعدين بعمر 6 سنين أول مرة كنت بطلع فيها أنا على المسرح بمدرستي وغنيت، وصاروا يعطوني البوش ويقولوا لي انه لازم بلش تغني وتشتغل على صوتك اكثر. على عمر 6 سنين كانت اول تجربه لإلك قدام جمهور، هذا العمر بيعتبر كثير صغير. مزبوط، كانت جرأه صراحه. كيف كانت الخبره على عمر 6 سنين وعم بتغني كمان لعملاق بالموسيقى؟ اول شيء كنت اكيد يعني فزع يعني على الاخر، واكيد في متلبك قدام الموجودين، بس انه ضليت كمش على حالي شوي، وبتعرفي كنت صغير. الغنى بس او فكرت كمان بالعزف على آلة موسيقية؟ فكرت بالعزف على العود، ما قدرت، بس رح كفي اكيد، بدي اجرب اعطي اكثر ما عندي لاوصل. استاذ مصطفى خبرنا، هي كونك مدرب موسيقى واكيد بتلاقي كثير اشخاص عندهم موهبه وعندهم هوايه الموسيقى والغنى، كيف بتقدر تميز؟ يعني هل برايك انه الموهبه او الهوايه كافيه ليقدر واحد يكون مميز، او لازم انه اكيد تكون عم ترافقه بالعلم؟ يعني بالنسبه لموهبه مثل موهبه الفن او خصوصا الصوت اللي عم نحكي فيها، هي الموهبه اهم شيء، يعني هيدا عطا من ربنا، بس اكيد لما بيدرس وبيسالها بالنوتات الصحيحه وكيف لازم يعمل بيطور نفسه وبيصير يشتغل على نفسه بيصير احسن بكثير من هالموهبه، بيقدر ينميها ويكبرها وممكن يوصل فيها لمطارح كثير حلوه. اكيد طبعا. نعيم حابين نسمع صوتك. اكيد. شو رح تسمعنا اول شيء؟ بدي سمعك اللون اللبناني، غني موال للراحل العملاق استاذ وديع الصافي. تفضل. جبلنا 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 بدمنا ترابه، جبلنا مهما الدهر وغضباته، جبلنا قال نبقى هون قال نبقى هون وما عم نترك جبلنا، عطراب الأرز أغلى من الدار. علي 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 يا علي يا يابا، يا قلبي يا قلبي كل ما جفني بك مشاعي، روح اسأل لي حبايبنا بك مشاعي. عساك
بكم شاي من طراب المش علي الأحباب. الله عليك نعيم. أنا هون بحب أقول أنه عمرك بس 18 سنة وعن جديد بلشت تتعلم الموسيقى. اسم الله عليك أستاذ مصطفى. كيف بتصنف موهبة نعيم؟ بصراحة نعيم من الأصوات الجميلة جدا والخامات اللي هي فعلا تستاهل أنه يشغل عليها واللي بتطرب الدين، وبعتقد الصغير والكبير إذا حيسمعها لح ينبسط فيها. كرمال هيك يعني أنا بترجى منه أنه يسابر على هالموضوع، حتى لو هو عم يدرس بزنس أو عم يدرس أي شيء، ينمي موهبته ويكفي فيها إن كانت هوبي ولا بزنس لألو. نعيم كمان كان عندك شغل على كوفر، خبرنا شو كان هذا؟ كان أول عمل لألك صح؟ أول كوفر بعمله، ما كنت بعرف شيء كمان، فقيت ما بعرف شو فيه حتى بالستوديو، فتت ونقيت الغنية بقلب استوديو. أي غنية نقيت؟ غنية معقول فضل شاكر. خلينا نحضرها سوا وترجع تخبرنا عن هالخبرة يلي قطعت فيها. أكيد. الأصداء من بعد أول كوفر؟ أول كوفر أكيد بده يتلقى أشياء منيحة وأشياء منها منيحة. حبيت صلح المنو منيح، و يعني مبارك بدي أقلك، بس أفضل حبيت أنه أرجع أعطي كوفر تاني كرمال العالم نلاقي إيجابيات عليه أكثر. طبعا ويكون كمان في اصداء، دائما في نقد بيكون بناء وكمان بيكون في نقد. اكيد نحن على طول بنحاول نصلح الغلط. كان حابب يشوف اذا صلح الغلط الناس رح تتقبل اكثر، يعني كان النقد السلبي عنده حاب انه يشيله من هيدا ويرجع يورجي الناس انه انا زبطت هيدا الموضوع اللي انتم طلبتوه مني. اتس اوكي. شو اشتغلت؟ كان في كفر ثاني يعني اشتغلت عليه؟ اشتغلت كفر للفنان ملحم زين انت مشيتي. كمان يعني تعبنا شوي عليه كرمال انه نحاول قد ما فينا نوصل شيء حلو للعالم. الى جانب الكوفر كان عندك اكثر من مشاركه، رح نحكي شوي، بدك تخبرنا اكثر عن مشاركه كان عندك اياها وفزت فيها بالمرتبه الاولى. هون كانت لاهل الشمال او اهل عكار، خبرنا شو هي. هي كومبيتيشن كان فيها متسابقين من عكار ومن الشمال، يعني من اجمالا من الشمال بترون و العكار. الكومبيتيشن مين كان مشارك فيها؟ موهوبين من اهل المنطقه؟ من اهل المنطقه. نعم. وصراحه انا ما كنت ناوي اتسجل، ما كنت يعني شارك فيها بالمره. رفقاتي صاروا يصروا علي انه مبلا، على اخر دقيقه حطيت اسمي ومشت فتت بالكومبيتيشن يعني. وكيف كانت هالخبره؟ كثير حلوه، يعني هيدا شيء صغير عن انه بكره لقدام اذا الله بيريد ذا فويس او شيء اكبر منه. نحن شجعناه على اسمها، سوري شجعناه على اسمها لانه هي كانت الجولدن فويس. نعم. والشخص الواحد بده ياخذ الجولدن فويس، يعني بس في مرتبه واحده، في ثلاث مراتب بس. اكيد الجولدن اللي هي الاعلى، اللي الشخص واحد اللي بده ياخذ الجولدن فويس، وكثر خير الله، الله كرم علينا نعيم واخذ الجولدن فويس. مبروك من لك. حابين نسمع منك مره ثانيه نعيم، شو رح تسمعنا هلا؟ سمعكم شيء رومانس. رومانس يلا ليه لا. خلصت الحكاية
صارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد؟ ما تلحكي هيدي النهاية، فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري. هوات الصح صعب علينا نشوف دغري، منلاقي الغالي علينا مخبى بتوب الكذبي، من جوا رخيص من برا دب وقشري. يعني يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل لي مني غير حبة جروح. حلو نعيم، شو بتتوجه للشباب اللبناني، للشاب اللبناني يلي صاير اكثر بيتوجه على اللون الاجنبي بالغناء او على الموسيقى الاجنبيه اكثر من الشرقي؟ بقول له للشاب اللبناني وللبنت اكيد، يعني انه ما تزيحوا عن لونكم، هيدي ثقافه، خلوكم على اللون اللبناني. استاذ مصطفى، نعم، شو رايك بهالموضوع؟ أكيد يعني هو الحلو الإنسان يكتسب خبرة ويغني كل الألوان، بس أكيد كل إنسان عنده، يعني ما بعتقد أنه حدا بيتنكر من بلده أنه بيغني اللون الأصلي تبعه. والأغاني اللبنانية هي من أجمل الأغاني بالعالم، إن كانت برومانتك ولا كانت بجبلي، نحن من أقوى ناس بهذا الموضوع، وأكيد بيتعلموا الباقي ويغنوا كل شيء، بس فضل يدلوا على تراث بلدهم. رح نشوف سوا هلا الكوفر الثاني اللي اشتغلت عليه، يلي خبرتنا انك قدرت تطور حالك انت مشيتي، خلينا نشوفه سوا. انت مشيتي وبكيت الوردي، باب الهنا ضيعت مفتاحه، الا حنيني ما بقى عندي، كمشت أمل عغيبتك راحوا، عصفور عندي بالقفص بردان، معود عليك وكتر تجراحوا، مرقوصة بيعك بوس الغضبان، طق السجين وكتف جناحه، بالبعد قلبي ما حسب وبكيت، قدامك عتب ما شفت، بعيونك سبع عن جدي بعدني، والدمع بعيوني وعي حسيت، رح قول رجعي غصيت، ما طلعت معي يا رب ساعدني. نعيم شفناك بالغناء وحبيناك كمان بالغناء، فينا نقول وين بتشوف حالك بالمستقبل؟ نعرف انك عم تتخصص بزنس، وين رح تشوف حالك، وين رح نشوفك بالمستقبل، بالموسيقى اكثر او بالبزنس؟ صراحة حابب أكثر أنه أكون بمجال الفن وعم بشتغل أوسط. أستاذ مصطفى، وين بتلاقي نعيم؟ نعيم الله كرمه بصوت جميل جداً. قدي هون الحظ بيلعب دور كمان برأيك؟ كثير، تعرفي أنت نحن ببلدنا وخصوصاً هيدا الموضوع،
في كثير فنانين وفي كثير صار ناس بتغني وفي ناس عندها حظوظ اكثر من هيدا، بس في اصوات معروفه انه هيدا الصوت توب، هيدا صوت وسط، هيدا صوت كذا، وكل الناس. انا ما شو بيفتقد الشخص، يعني بيكون شخص عنده الحضور على المسرح، نعم. بيكون عنده الصوت والموهبه والشغف للموسيقى، ليه ما بيقدر يوصل برأيك؟ كوميونيكيشن، بده يكون هو كثير مع الناس، لازم على طول يكون سهران هو والناس، يكون معارفه كثير، معارفه كوميونيكيشن، طريقه التعامل معه، واكيد يكون في عنده انتاج جيد، غير انه في عنده حدا عم يشتغل له صح كرمال الميوزك تبعيته، لازم يكون في عنده انتاج جيد. ان شاء الله الله يوصله، الله يوفقه يا رب. ونحن كمان بنتمنى لك كل التوفيق نعيم بالموهبه اللي عندك اياها، وشكرا لوجودكم معنا اليوم. الله يخليك. حابين نختم بعد ونسمع صوتك بعد مره، بشو رح تسمعنا هلا؟ نسمع ضلت حكي. يلا. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقته تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة، ضلت حاكي ضلت حاكي